ولا المتابعه لاهم الاخبار الاقتصاديه. نعم، اخبار الاقتصاد تنضم الينا فيها ميرنا ايهاب. فلكي ميرنا. شكرا لكم رجائي والهام، والان مشاهدينا جوله اقتصاديه جديده محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تماما، مشددة على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، حيث تخضع جميعها سواء المجمدة أو المبردة أو الطازجة للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية وسحب عينات عشوائية منها وإخضاعها للتحاليل في المعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات، موضحة أنه حال ظهور أي أسماك نافقة على السواحل يتم التخلص منها بشكل آمن طبقا للمواصفات القياسية البيئية المعمول بها في هذا الشأن، موهبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. تواصل الدولة تنمية المحافظات والارتقاء بمنظومة الصناعة، وفي هذا الإطار تعد محافظات الصعيد على رأس أولويات الحكومة لتوفير فرص عمل. مشروعات تنموية كبرى تنفذها الدولة في كافة محافظات الجمهورية، وتأتي محافظات الصعيد من ضمن أولويات الدولة في تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وإتاحة فرص العمل. وتعد المنطقة الصناعية بغرب جرجة جنوب محافظة سوهاج من المناطق الواعدة لأنها تمثل نقطة التقاء بين كبار المستثمرين وأصحاب المصانع وصغار المستثمرين. ومن ضمن هذه المصانع الواعدة مصنع مينا منصور لصناعة الشكاير البلاستيكية، والذي نجح في توفير فرص عمل للعديد من الشباب بالإضافة إلى جودة منتجاته. المصنع ده الحمد لله في 2021 بدأنا النشاط بتاعه ودينا مكملين ومستمرين. الدولة هي اللي ساعدتنا كتير ان احنا نفتح المصنع ده، ما كناش متخيلين في لحظة من اللحظات ان احنا ممكن نقدر نفتح مصانع، ولكن بتدعيمات الدولة هي اللي ساعدتنا ان احنا نفتح المصنع ده. احنا يعتبر المصنع الوحيد اللي في الصعيد المتخصص في صنع الشكاير البلاستيك، يعني كل الشغل ده كان بحري. الحمد لله احنا قدرنا هنا نفتحه في الصعيد وبننتج تقريبا شهريا طاقة 50 طن. ويوفر المصنع الشكاير للشركات والمصانع لاستخدامها في عمليات التعبئة والتغليف بأحجام وأشكال مختلفة تتناسب مع احتياجاتها. منتجنا الحمد لله دخلنا أكثر من مصنع في الفترة الأخيرة، مصانع كبيرة ليها اسمها طبعا، والحمد لله يعني أثبتنا نفسنا، وزي ما قلت قبل كده احنا المصنع الوحيد في الصعيد مصنع شكاير بلاستيك. وهكذا تواصل الدولة تنمية محافظات الجمهورية والارتقاء بمنظومة الصناعة وخلق فرص عمل جديدة. وإلى أسواق المال، حيث أنهت البورصة تعاملات جلسة اليوم بتباين مؤشراتها بضغوط هبوط أسهم قيادية وسط تداولات بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه عند مستوى 1.617 تريليون جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة تقدر ب 25% ليغلق عند مستوى 23894 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 1% ليغلق عند مستوى 4791 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 10% يغلق عند مستوى 7027 نقطة.
سلمت مصر والجزائر استضافة النسخة المقبلة والرابعة للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية. وتستضيف مصر خلال الفترة من 9 حتى 15 من شهر نوفمبر الجاري النسخة الثالثة للمعرض الأفريقي، ذلك للمرة الثانية منذ انطلاق بها للمرة الأولى على الإطلاق من عام 2018. ويعقد المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية الأفريقية بمشاركة نحو 71 دولة و16 ألف عارض من دول مختلفة، ومن المتوقع توقيع اتفاقيات تمويلية بنحو 43 مليار دولار. انتهت أخبار الاقتصاد، وأعود إليكم مرة أخرى إلهام ورجاء. شكرا لك مرنا على هذا العرض.